السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات الواحد هو شغال على جوجل كروم بيفتح تابس كتير جدا، وبعد كده بيلاقي الجهاز بدأ يهنج معاه لأن كلهم بياخدوا من الرامات. فأنا عشان أتجنب الموضوع دوت في حاجتين أعملهم. أول حاجة، في أداة أنا حاططها بتعمل إيه، اللي هي كل ما تلاقي اللي اسمها ذا جريت سسبندر ده، كل ما تلاقي حاجة بقى لها مثلا ربع ساعة ما استخدمتهاش يروح قافلها ويخليها مش فعاله معايا. تمام، يعني انا اعتقد مثلا ده بقاله فتره مش شغالش، فهو اوتوماتيك مخليه مش شغال بحيث ما ياخدش من الرامات. فالاداه دي هحط لك الرابط بتاعها اسفل الفيديو ان شاء الله. دي بتخلي اي حاجه بقى لها فتره ما اشتغلتش تقف. وعندي حاجه اسمها سسبند اول اذر تابس، يعني كل التابات التانيه خليها مش فعاله. يعني ده كان فعال من شويه، خلاص بدا يقفلهم كلهم بحيث ما ياخدوش من الرامات، لان لو في فيديو حتى لو انت مش مشغله بياخد من الرامات. طيب، ده دي اداه ودي بستخدمها كتير. في حاجه بقى من غير اداه خالص، ان انت تيجي هنا جنب علامه الزائد او جنب علامه المينيمايز، هتدوس رايت كليك هتلاقي حاجه اسمها بوك مارك اول تابس او كنترول شيفت دي. ده بيعمل ايه؟ بياخد لك كل الشغل بتاعك ويحط لك في فولدر هنا، تبدا انت تحط في الفولدر اللي انت عايزه، او ممكن تقول له حطهم في البوك مارك بار الطبيعي وهكذا، او ممكن تقول له في الاذر. تمام، وتحطهم مثلا هنا. طيب، لو انت حطيتهم مثلا في الاذر او حاططهم في اي مكان، ممكن تيجي هنا وتقول له اذر يبدا يظهر معاك الحاجات اللي انت حاططها، او ممكن تيجي هنا وتقول له من البوك مارك هتلاقي حاجه اسمها بوك مارك مانجر، هيبدا يظهر لك بالشكل دوت، فانت تبدا تختار الفولدر اللي انت عايزه.